السلام عليكم خوة، إن شاء الله كلام فروق. مرحبا بكم في فيديو جديد من بولندا. وكما راكم تشوفوا خوتي، راني في واحد البارك على الدراجة الهوائية. اليوم الأحد، يعني ويكند، يعني اليوم هنا كل شيء مغلوق في بولندا، وزيد مع التعقيدات اللي راهم يعملوا فيهم بسبب فيروس كورونا، يعني غلقوا كلش. يعني المعناتها الواحد اللي بغى انك تروح للحدائق العمومية. رانا في واحد الحديقة اللي هنايا صغيرة، يعني بارك صغير. نوريكم واحد الأشياء بسيطة للناس اللي يحبوا الرياضة، أشياء للتسلية كما يقول لك. نروحوا نكتشفوا مع بعض. كما راكم تشوفوا لهنا خاوتي، عاملين دراري صغار دخول مجاني يعني. والحاجه الثانيه اللي عاملينها هذا الاجهزه، انتم شايفين اللي يحب يخدم غراتويتمون. عاملين اجهزه، هذا علاش ما يديروش هكذا احنا في بلادنا؟ علاش ما تكلف والو؟ عاملين الهيها اللي يصطاد، عاملين لهم يصطاد وبطرف. نزورو بلاصة ثانية ونشوفو تما كيلا كاين غاشي بزاف ولا بجروك. ها كلشي مغلوق، صافي كامل الناس دارو الحدائق العمومية. الجو راه شباب بصح راه كاين البرد، يعني ماشي دفا، البرد راه هذا هو الخريف. يعني قبل 4 سنين ولا 5 سنين في هذا الوقت كان ثلج يطيح، نوفمبر ديسمبر ثلج يطيح. كيما كامل دول العالم، يعني المناخ كامل تبدل، احتباس حراري. هنا في الصيف هذا لحقت 37 درجة في بولندا، يعني هذه جامي لصرات. كما هنا راكم تشوفوا، هذو عندهم هنا الحدائق اللي ساكنين في باتيمون كاع شارين حدائق صغار، يعني في الويكاند ولا في الصيف ولا يجوا لهنايا. دوك خرجنا رانا في الطريق، لازم نديرو البافيت تاعنا، نديرو الماسك، لانه اذا شافوك الشرطة بلا ماسك فيها غرامة مالية تقريبا 100 اورو. خاوتي راهي 23، الشمس رايحة تغيب، انتم شايفين خاوتي. نحكيكم شويه علاش بولندا راه مغلقين كلش. يعني هنا في بولندا دوك راهم يقولوا بلي الموجه الثانيه تاع الكوفيد 19 يعني لحقت بولندا، لحقت اوروبا كامل ماشي غير بولندا، لانه في مع الاول كي ظهر الفيروس هذا كان عدد الحالات الاصابه هنا في بولندا كانت قليله، كانتش بزاف، كانت قليله. نحاو كامل الحجر في اكتوبر، بدات عدد الاصابات تزيد، وقال لك بلي هذه هي الموجه الثانيه تاع الكوفيد 19 اللي كانوا يحذروا منها من قبل. يعني بدا يوم بعد يوم الاصابات تزيد وعدد الوفيات يزيد، حتى لحقت الاسبوع هذا 28000 في يوم واحد، 28000 اصابه جديده. غلقوا كله، خلاو فقط المحلات نتاع المواد الغذائيه اللي مفتوحين. يعني هنا جينا للحديقه الثانيه، راكم تشوفوا الغاشي، الخريف روعه ما شاء الله. تشوف هكذا الوان الخريف. هذه خاوتي حديقة، فقط حديقة عامة ما فيها والو، يعني كل شيء مسكر هنايا. كاين هنا يعني مطاعم، هذا الممر خاص بالدراجات الهوائية، يعني عاملين ممر سبيسيال للدراجات الهوائية مليحة هذه. وهذا مكان ثاني يقدر الواحد ثاني يدير فيه سبور، لأنه قلت لكم باللي كل شيء راه مغلوق، يعني حتى الصالة تاع الرياضة راه مغلوقين. مرحبا بكم في الجيم مع الهواء الطلق.
راهي نقصت الإضاءة خوتي، راهي غابت الشمس. النهار بقى راه كثير بزاف، نروحو نرجعو هاد الدراجة الهوائية، لأنو هاد الدراجة أجرتها، أجرها بسعر رمزي حوالي 20 سنت فقط. شكرو على ربي روحو للدار حنايا، راكم تشوفو الحالة بلان خلاص. الناس كامل راهي تريض. هذا البارك الاول اللي دخلنا ليه، هاوليك صغير، بارك صغير يعني خلوي، واحد يجي يريح لهنايا. بدات الله من الحاله خاوتي، بدات الاناره تنقص. لهنا نكون وصلنا لنهايه الوقت هنا. شكرا.